السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين الصبح لما قالت فرح قالت جود مورنينج، اشوف الكل رد بقوة. يسعدني اني اكون معاكم اليوم باعطاء نبذة عن مسيرة اتصالات. هذا البرنامج اللي نحضره اليوم فعلا من البرامج القوية اللي يعطي أمل أكبر ويعطي طموح أكثر للشباب بشكل عام. ببدأ يمكن بعرض شخصيات أثروا على قطاع الاتصالات بشكل مباشر. أولاً إذا نتذكر نحن اللي اخترع التلفون جراهام بيل، كان عمره 18 سنة وهو كان له الفضل في اختراع أول هاتف. طبعا هذاك الوقت انه قدر انه يوصل اسلاك ويقدر ان الشخص يتواصل من خلال الهاتف. طبعا الفضل الكبير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله عليه والشيخ راشد اللي قدروا يجمعون قبل 40 سنة الشركات اللي كانت متواجدة، الشركات المحلية اللي كانت متواجدة وتعطي خدمات في الإمارات، أن تنشأ من خلالها شركة اتصالات أو مؤسسة الإمارات للاتصالات اللي بدأت بسنة 76 وكانت المؤسسة الحكومية الوطنية اللي فعلاً قدرت تقدم خدمات الاتصالات المختلفة في قطاع الاتصالات. قدروا الشيوخنا استشراف المستقبل وعرفوا ان فعلا قطاع الاتصالات قطاع حيوي، قطاع راح يؤثر بشكل كبير على القطاعات المختلفة. وما ننسى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اللي وجهها للشباب ان كل الاشياء يمكن تكون صغيرة في البداية لكن الطموح هو اللي يكبرها، ان لان تكون بالنهايه هي الخاتمه، هي النتائج الكبيره. وفعلا اتصالات بدت مؤسسه صغيره داخل دوله صغيره بالحجم في الامارات. كان اذكر قبل 12 سنه كان عدد مشتركين واحتفلنا فيهم عدد مشتركين اتصالات بلغ 3 ملايين مشترك. بس كانت اتصالات لها طموح كبير ان فعلا تكبر وتنمو وان تطلع الى العالميه. حاليا وبعد 12 سنه قدرت اتصالات تضاعف عدد مشتركينها 4000 مره خلال 12 سنه، وصلوا عدد المشتركين 163 مليون مشترك. وبدل ما كنا متواجدين في دوله في الامارات بس، حاليا متواجدين في 17 دولة. طبعا هذا ما يم فراغ، يا من خلال فعلا قيادة حكيمة أولا لدولة الإمارات. تواجدنا في الدول الأخرى كان فعلا مرحب فيه. في كل دولة لما كنا نتقدم أن نعطي خدمات الاتصالات في هذه الدولة كنا نحصل الترحيب، وفعلا عارفين أن الإمارات بلد تميز. الإمارات قدرت تطلع سفراء للأعمال المختلفة خارج الدولة، ومنها حصلنا الطريق مثل ما يقولون الطريق الخضر إن نقدر نتواصل فيه ونصل إلى عدد كبير من المشتركين. وما نقدم الخدمات الهاتفية فقط، قدمنا الحلول المتكاملة للاتصالات. يمكن بداياتنا كانت ان تمديد او ارساء البنيه الاساسيه او التحتيه في دوله الامارات عن طريق البر، بس ما اكتفينا بهالشيء. ندري ان الكوابل البريه يمكن تحصل لها انقطاعات مختلفه حسب العوامل الطبيعيه وحسب فعل فاعل. حاولنا ان يكون لنا البدائل المختلفه. بدينا في عمليه ان توصيل الكوابل البحريه وصيانتها من خلال سفينه صغيره بدت من خلال شركة أنشأناها اسمها إي مارين، وقدرنا نمدد الكوابل البحرية ونصينها على مستوى الخليج العربي فقط. بعدين كبرت هذه الشركة
وأصبح لدينا اسطول من 3 سفن كبيرة قدرت أن توصل 80,000 كيلو متر تحت البحر. وهذه الشركة تصين وأيضا تمدد الكواب البحرية مو بالاتصالات فقط، لقطاع الاتصالات بشكل عام لكل الدول. أيضا ما اكتفينا بتحت البحر، قلنا نوصل للفضاء. أطلقت اتصالات شركة اسمها ثريا، ومنها قدرنا نطلق قمرين صناعيين. طبعا الأقمار الصناعية نحتاج فيها أن نوصل إلى أماكن كبيرة، يمكن أكثر الأماكن تكون مغطاة بالجي اس ام ومغطاة بالاتصال. هذه الثريا أن تكون كبديلة للأماكن اللي ما يوصلها التغطية. طبعا عندنا البحار الموجودة بالعالم، خاصة في المناطق اللي نحن نتركز فيها، وأيضا في الصحراء. حاليا الثريا تغطي أو تمر خلال 161 دولة، وأيضا قدرنا نغطي 1/3 العالم من خلال هذه الأقمار الصناعية. طبعا حاولنا أن نكون أيضا نبرز من خلال شراكتنا مع الجهات المختلفة في دولة الإمارات، أن فعلا نقدر نعطي شيء أو شيء مميز من خدمات الاتصالات. قدرنا أن نوفر الخدمات لأول مرة في المنطقة، خدمات الجيل الثالث أول مرة تطرح في المنطقة كاملها، كأطلقتها اتصالات الجيل الرابع، حاليا تجارب على الجيل الخامس. حد يقول لي زين جيل خامس، جيل عاشر، جيل مليون، زين شو دخلنا نحن؟ نحن مشتركين. احنا قاعدين نحاول ان نجيب الى الامارات او الى الدول والاسواق اللي نعمل فيها، نجيب لهم اخر تطورات التقنيه، ايمانا منا ان فعلا هذه التقنيه راح تفيد القطاعات المختلفه، وراح تفيد بشكل خاص قطاع الشباب. الجيل الخامس اللي الحين بدينا نحن تجاربه، ولو ان الى الان لم يعني ما ظهرت المعايير العامه من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات، لكن قلنا احنا نبدا فيها على اساس ما نكون تابعين فقط للتقنيات، لكن يكون لنا قرار فيه ولنا الكلمه الفاصله، انه فعلا شو اللي يحتاجه المشترك في النهايه اللي نقدر نقدمها. نشوف الحين يمكن خدمات الاتصالات سريعه، قبل كنا ايام خلينا نقول جيل الطيبين كنا نبعث صورة تأخذ لها تقريبا ساعة أو أكثر. كنا إذا بنشوف خبر نروح نجيب الجرائد. حاليا 5 مليار فيديو يعرض يوميا أو ينشاف يوميا من خلال اليوتيوب، 50% منهم عن طريق الهواتف المتحركة. شوفوا وين وصلنا. عملية لنا الشخص إنه فعلا يتواصل بالتقنيات الجديدة محتاجينها كلنا. محتاجينها. نشوف الشركات الكبيرة اللي كانت متواجدة، وين الشركات العملاقة اللي كنا نسمع فيها قبل 5 سنوات؟ منو اللي طلع الحين؟ شركات صغيرة على أيدي شباب قدروا أن فعلاً يتميزون وصارت أكبر الشركات الموجودة في العالم. الجيل الخامس أو الحين اللي قاعدين نجربه راح يكون متوصل أو يقدر يخلي المشتركين يتواصلون بشكل على الأقل 1000 مرة عن السرعة الحالية الموجودة بالهواتف الذكية أو من خلال الجيل الرابع. وين بنوصل؟ اليوم نحن نشوف أن كأننا مكتفين، لكن في أشياء كثيرة. قبل كان الهاتف مجرد أنه جهاز يقدر الواحد يتواصل منه من خلال الصوت، صار إلى الرسائل النصية، إلى الصورة، إلى أشياء كبيرة. فحاولنا أن فعلا نواكب التطور ونكون سباقين في عملية إرساء القواعد أو إرساء البنية التحتية لهالأشياء. وما ننسى طبعاً المبادرات أو القرارات اللي أخذتها، خاصة عن طريق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أنه يمكن المعاملات الحكومية أن تكون عن طريق الهاتف المتحرك. هذا طبعاً حط عبء على قطاع الاتصالات بشكل عام، أنه كيف يقدرون يتواصلون مع جميع الهيئات وأن يكون شركاء معاهم، ان فعلا يوصلون الى الزبون او الى الشخص اللي المتعامل، ان يوصلون له بطريقه سلسه، بطريقه بسرعه عاليه، وايضا من خلال
خدمات مميزة وخدمات سريعة. فكان لنا الشرف أن نكون شركاء مع جهات مختلفة حكومية، أن نقدر نوصل جزء من هذه التقنية إلى المستخدم النهائي. وأيضا يمكن الأشياء الكبيرة اللي نتأمل أن نوصل لها في اتصالات، أن نخلي منطقة إكسبو 2020 اللي بتكون إن شاء الله أفضل وأسرع منطقة في العالم. هذا هو انطلاق إن شاء الله للجيل الخامس، تاريخ انطلاق الجيل الخامس في الإمارات، وراح تتميز دولة الإمارات وخاصة منطقة إكسبو 2020 في وصولها إلى رقم قياسي لم يشهده عالم الاتصالات من قبل. حاولنا أن نبني البنية التحتية، لأن عندنا إيمان أن فعلاً هذا هو الأساس اللي فعلاً راح يفيد القطاعات المختلفة. أيضاً الكابلات الألياف الضوئية، طبعاً الألياف الضوئية عبارة عن كابلات لنقل الصوت والصورة والاتصال تقريباً أدق من شعرة الرأس، يقدر الواحد من خلاله يتواصل أكثر من 1600 مكالمة خلال نفس الوقت. تخيلوا، وصلت الإمارات إلى مراحل متطورة في عملية أن إرساء هذه الكوابل الألياف الضوئية اللي حطيناه في الإمارات، استثمرنا في خلال 5 سنوات اللي فاتت يقدر 28 مليار درهم في بس البنية التحتية لهذه الشبكات اللي حطيناه. الكوابل الألياف الضوئية اللي موجودة في الإمارات نقدر كطول نقدر نوصل فيه إلى القمر 5 مرات، ونقدر نلف في الأرض الكرة الأرضية أكثر من 70 مرة. فحطينا شيء ضخم في عملية البنية التحتية، لأننا ندري أن اللي جاي بيكون احتياج أكبر واحتياج لأشياء تحتاج إلى سرعة أكثر في عملية انتقاء الخدمات اللي فعلاً راح تفيد المشتركين. اليوم المستقبل الذكي، أو أيضاً عندنا المنصة الذكية أو المنصة الرقمية اللي أطلقتها اتصالات، اللي شاف اللي قدر حصل فرصة أنه يدخل معرض جايتكس الأسبوع اللي فات قدر يشوف فيه عندنا مبادرات وأيضاً مشاركات لأشياء كثيرة ومبادرات كثيرة، منها مشاركتنا في قطاع التعليم. عندنا الفصل الذكي، التعليم الذكي للأطفال والدارسين، وارتقلنا إلى مرحلة أيضاً التعليم الذكي أو الممارسات الذكية للهيئات التدريسية. الخدمات الطبية، قدرت التقنية أن توصل إلى الخدمات الطبية، المريض ما بحاجة أن يروح إلى مراكز الصحة مباشرة، يقدر هو بالبيت تكون في عملية فحوصات مختلفة يقدر يجريها هو، ويتم التواصل مباشرة عن طريق الأجهزة إلى المراكز الطبية اللي هو يتعامل معها، وأيضا في حالة أنه طلبوه يتم التحليل هناك، وإذا طلبوه أنه يكون في تواصل مباشر. أصبحت الآن الأشياء أكثر من أن الواحد يستخدم التلفون كاتصال، صار التواصل بين الأجهزة بعضها البعض. الأجهزة اللي التواصل بين الأجهزة بعضها البعض أكثر 50 مرة، اللي هو إنترنت الأشياء، لذا خاصة بالمصطلح الجديد اللي سمعه حالياً، أن يتم التواصل مباشرة بين الأجهزة، ما بيكون فيه تدخل من أشخاص، التواصل يكون بينهم. نشوف الحين قاعد نشوف المنزل الذكي، السيارة الذكية، التطبيقات اللي الواحد يقدر يشتري تسوق عن طريق الأسواق الافتراضية. في أشياء كثيرة تعتمد فعلاً على البنية التحتية. المحفظة، الشخص يكون عنده خاتم هو عبارة عن هويته وهو عبارة عن محفظته، الخاتم الذكي. فقدرنا أن من خلال هذه التطبيقات وهذه الأجهزة أن نوصل للمشتركين فعلاً تضيف لهم فرصة أنه يقدر يستمتع بحياته أكثر. خلنا نتخيل، قبل كان الواحد لما يروح يدفع فاتورة يبي يروح يخلص معاملة كان يركب سيارته ويوصل إلى الجهة الأخرى يخلص ويقضي وقت. لو نشوف أن هذه التقنية، ما نقول أنها تقنية ولا بس مجرد أنه صرف في عملية أن التقنية يمكن شيء ما له لزوم، لا،
هذا الصرف له ناتج معين وفي ادخار كبير. انا ما اتكلم عن الادخار بس بالفلوس، اتكلم عن الادخار في الوقت. الواحد يقدر يدخر الوقت اللي عنده بدل لا يروح يخلص معاملاته يخلصها خلال ثواني عن طريق الهاتف المتحرك او الاجهزه الذكيه، ويقدر يقضي باقي الوقت للاستمتاع سواء كان مع الاسره مع الاصدقاء او ايضا الاستمتاع في ممارسات اخرى. قبل على ايامنا ايام زمن الطيبين كنا نستخدم التليفون مجرد انه للاتصال. لما اقول زمن الطيبين احس كانك زدت على 100 سنه. كنا نستخدم التليفون مجرد انه للاتصال الصوتي، وكان هذا يغنينا وكثير. نزلت الهواتف المتحركه، هواتف الشنطه اكثركم يمكن ما شافها، فكنا مستانسين فعلا في اتصال وين ما تروح تحطها على السبيكر للسياره. عقب كان حتى كان مناقشاتنا مع المصنعين ان ننزل خدمه اسمها الرسائل النصيه او احرف، تقدر تكتب احرف عن طريق الهاتف المتحرك. حتى المصنعين يقولون يا اخي انت بتستعمل التليفون حق الاتصال، شو تبغى تكتب؟ ولا منو فاضي يكتب لك حرف حرفين يكتب لك على الموبايل؟ شوفوا الحين وين وصلنا. قبل كنا نستخدم الهواتف او خدمات الاتصالات او حلول الاتصالات من خلال الصوت، عقب استعملناه عن طريق اللمس. الحين حتى لو تعطي ولدك تعطيه مجله ما بيقعد يتصفحها مثلنا، راح يتصفحها كذي. فنشوف كيف انه انتقل من الصوت الى اللمس، وحاليا بدا عمليه الافتراضيه. نزلنا عده خدمات وفي موجود تطبيقات معينه الشخص جالس ما يحتاج يستعمل لا الصوت ولا اللمس، بالعقل الافتراضي وبالاشياء التخاطب الرقمي يقدر انه يتواصل ويقدر يوصل الى المعلومات اللي يبيها. شفنا ان الكراسي المتحركه لاخواننا المعاقين انه يقدر يحركها عن طريق فعلا عن طريق الدماغ، مو بلازم انه يوصلها. طبعا الشباب هم اللي اهم شريحه اللي نحن نحاول ان نوصلها بعمليه طرح مبادرات كثيره. الاتصالات طرحت مبادرات سواء كان في عمليه التعليم، مبادرات انا احد الاشخاص اللي بعثتهم اتصالات دراسه الهندسه، وعقب رجوع الى الامارات بدينا في عمليه اللي هو الكليه اتصالات الجامعيه الى جامعه اتصالات اللي صارت نواه لجامعه خليفه. في مبادرات عن طريق هيئه الاتصالات اللي هي الاي سي تي فند، في بعثات كثيره تروح، وايضا البحث العلمي، وايضا لرواد الاعمال إمارات فاونديشن. ففي مبادرات كثيرة قامت فيها المؤسسة وانعطينا الفرصة أن نكون أحد شركاء هذه. يمكن من نسب المواطنين نقدر نعرف أن فعلا الاستثمار الأكبر هو في الشريحة البشرية أو في الأشخاص، وخاصة أشخاص الإماراتيين. أختم يمكن كلمتي بس اللي كان متابع البارحة تويتر خاص بمناسبة اليوبيل الذهبي لحكومة أبوظبي، اللي شاف تويتر الشيخ محمد بن زايد حفظ الله قال كلمة تكتب بماء الذهب: الاستثمار في بناء الإنسان بصفته الثروة الحقيقية التي نراهن عليها دوما، وإسعاد المواطنين هو الأولوية التي تحكم الجهاز الحكومي من خلال المعاملة الحسنة والإيجابية والسرعة بالإنجاز التميز. نتمنى أن نشوف جراهام بيل ثاني ويكون من دولة الإمارات، ونتمنى أيضا أن يكون من اتصالات. شكرا ويعطيكم العافية.